حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم انا الاولمبي عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت القناه الرياضيه، ومثل ما تعودنا في كل حلقه نتنقل من نجم اولمبي الى نجم اولمبي كويتي اخر استطاع ان يضع بصمه مشرفه في منصات التتويج العربيه والعالميه. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن عيالنا الكويتيين وبناتنا الكويتيات الاولمبيين مبدعين تبارك الله، ولهم بصمات مشرفه ولهم انجازات كويتية استطاعوا أن يرفعوا الراية الكويتية خفاقة في المنصات العالمية. اليوم وين بتودينا عدسة برنامجنا؟ بتودينا إلى عالم لعبة رياضة الكاراتيه. الكاراتيه طبعا لا إله الله تبارك الرحمن الكويت اليوم تصنف من الدول الرائدة والقائدة في هذه الرياضة، والدليل مؤخرا حصول أبنائنا تبارك الرحمن في هذه الرياضة على حصيلة من الميداليات الملونة والمركز الرابع في التصنيف العام في البطولة المفتوحة الأسيوية التي أقيمت مؤخرا في كازاخستان، فاستطاعت الكويت أن تكون بالفعل من نجوم هذه البطولة. لذلك نرحب باسمكم جميعا اليوم بضيفي وضيفكم في أنا الأولمبي الكابتن عبد العزيز الشولي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه ورئيس الوفد الذي شارك في هذه البطولة. أبو محمد يسعد مساك. الله يحييك ويخليك. سعداء جدا وجودك معنا اليوم في أنا الأولمبي، ونبارك لك في البداية هذا الإنجاز اللي حققته، وهذا شيء مو مستغرب أمانة على السواعد الكويتية. مشكورين على هالاستضافة. أولا أحب أني أهدي هذا الإنجاز إلى سيدي صاحب السمو أمير البلاد وإلى ولي العهد وإلى الشعب الكويتي، وثانيا أحب أني أشكر اللاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة على المجهود المبذول وعلى الالتزام والإصرار في تحقيق هذا الإنجاز. مبروكين بالفعل، مبارك الأبونا وقائد مسيرتنا وسمو ولي عهده، والشعب الكويتي قاطبة على هذا الإنجاز، ونبارك لأنفسنا أمانة. يمكن احنا في أنا الأولمبي دائما يمكن تغمرنا الفرحة قبل اللاعبين، ونسعد ونتطلع دائما بشغف لهذه الإنجازات الكويتية المشرفة الأولمبية أمانة. واليوم بيضتوها أبو محمد أمانة، يعني احنا متشوقين أن نعرف تفاصيل هذه البطولة ومشاركتكم وأيضا كل ما يدور في كواليس رياضة الكاراتيه. لكن قبل لا ننطلق بأسئلتنا مجهزين لك فريق أنا الأولمبي تقرير بسيط، نبي نتعرف أكثر على حضرتك وعلى أيضا على هذه اللعبة والمشاركين في البطولة، ونرجع إن شاء الله نتواصل معكم مشاهدينا. خلونا نطلع هذا التقرير ونرجع معكم ومع ضيفنا الكابتن عبد العزيز الشولي. عبد العزيز مصطفى الشولي من مواليد الأول من ديسمبر عام 1977، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت تخصص علوم سياسية وإدارة عامة، لاعب المنتخب الكويتي للكاراتيه ونادي العربي سابقاً. بدأ ممارسة رياضة الكاراتيه عام 1991 واعتزل اللعبة عام 2001. حقق اللاعب عبد العزيز مصطفى الشولي العديد من الإنجازات، ومن أهمها حاصل على الحزام الأسود 5 دان، حاصل على ذهبية آسيا عام 1996، حاصل على برونزية غرب آسيا عام 1997، حقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العربية عام 1996 في بيروت، حاصل على العديد من الميداليات في بطولات الخليج، عمل كمدرب لنادي خيطان والنادي العربي بعد الاعتزال لخمسة مواسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه،
عضو في المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، حكم دولي وقاري وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي للكاراتيه، عضو باللجنة الفنية بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، رئيس وفد المنتخب الكويتي للكاراتيه المشارك في بطولة آسيا الشاملة في كازاخستان ديسمبر 2021. بالفعل مشاهدينا الكرام، هذه الفرحة الكويتية وهذه المشاركات المشرفة الأولمبية اللي حققونها أبنائنا وبناتنا في شتى الألعاب والمجالات الرياضية، واليوم تبارك الرحمن فرحتنا كويتية في رياضة الكاراتيه، وهذه الحصيلة من الميداليات الملونة اللي اقتنصها أبنائنا تبارك الرحمن في البطولة المفتوحة الأسيوية التي أقيمت في كازاخستان. أرحب باسمكم جميعا مرة ثانية بالكابتن عبد العزيز شولي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه ورئيس الوفد المشارك في هذه البطولة. الله يسعد مساك مرة ثانية أبو محمد. الله يسلمك، حياك الله. أبو محمد، والله تقرير مشرف وتفاصيل جميلة جدا ومشاركة أمانة يعني مثل ما يقولون تثلج الصدر، هذه المشاركات الكويتية. أي والله، يمكن خليني أبدأ من حيث ما انتهى التقرير حول لعبة الكاراتيه اليوم، يمكن بتفصيل بسيط نبي نفرق بين الكاراتيه وباقي الألعاب اللي ممكن تتشابه مع الكاراتيه أيضا. يعني كان كثير نشوف الحركات ما نعرف هذه كاراتيه هذه كونفو هذه جودو، ودنا نتعرف على التفاصيل الجميلة منك. لعبة الكاراتيه أول شيء هي فن من فنون اللعبات القتالية، صح. تفرق بين لعبة اللعبات الثانية اللي هي الجودو والتايكواندو والكونفو والملاكمة، تعتمد على جميع أجزاء جسمك، مو فقط رجل نفس التايكواندو أو المطارح نفس الجودو. احنا نلعب لعبة شاملة، صح. تحت طبعا مظلة الاتحاد الدولي لعبة الكاراتيه. احنا عرفنا يمكن التفاصيل هذه، وبالفعل قمنا يعني الكاراتيه اصبح ما فقط تعتمد على موضوع القوه او العنف، خلينا نقول انجاز التعبير، لكن تعتمد على التكنيك وعلى اللقطات المهاريه مثل ما يقولون، اكثر من يمكن المصارعه والملاكمه والامور الرياضات الثانيه. اي نعم، الكاراتيه قبل كانت لعبه قتاليه، صح. الحين صارت رياضه، صح. عدلوا في القانون كثير على اساس انها تدخل في الاولمبيات، فصارت رياضه اكثر منها لعبه قتاليه، صحيح، مهاريه اكثر. اي نعم، اي، وعلى اساس تحتسب النقطه ما فيها عنف، هي هي فيها سرعه وتكنيك، خفه وخفه، صحيح. تقنص الوقت، اقتناص الوقت، سرعه بديهه عشان تنحسب نقطه لك، صحيح. احنا طبعا يعني هالتفاصيل دائما مشاهدينا يعني نتشوق لها من ضيوفنا حول الرياضه المختصه الضيفيه، فما بالكم لما يكون ضيفنا الكابتن عبد العزيز شولي، يعني تبارك الرحمن لاعب سابق وعضو مجلس اداره وايضا حكم دولي وقاري، ويعني ملم بهذه التفاصيل، اكيد نتشوق دائما لمعرفه التفاصيل. خليني اروح يمكن ايضا للبدايات، ما اجمل البدايات يعني ابو محمد، ها بدايتك كلاعب كانت عام 1991، لاعب في نادي القادسيه، بعدين في شطارتهم بعد سنتين العربي سحبوك، فانضميت الى القلعه الخضراء واصبحت لاعب في نادي العربي الى ان اعتزلت تقريبا في 2001 واصبحت عضو مجلس اداره في هذه. تنقلك هذا يعني واقبالك على لعبه الكاراتيه، اول شيء ليش اخترت الكاراتيه تحديدا يعني من بد كل الرياضات؟ يوم كنا شباب صغار تحس ان فيك طاقه، صحيح، زين، فتتجه الى لعبه معينه انك تطلع الطاقه اللي فيك هذه، صحيح. ف ذاك الوقت تشوف الافلام الكاراتيه، كلنا كنا بروسلي، اي كنا طالع كلنا بروسلي، جاكي شان وبروسلي وجاكي شان، اي، فودك تصير نفسهم، توجهنا الى اللعبه هذه يعني. والحمد لله استمرينا فيها وحققنا فيها الانجازات. سبب النقل ابو محمد يعني من نادي القادسيه الى نادي العربي،
شطار لهالدرجة العربي سحبوك؟ والله احنا ذاك الوقت ما تدري صغار ما في سيارة تدور القرب للمنطقة اللي انت ساكن فيها، فكانت القادسية يعني نادي قريب من السكن بعد المسافة. اي يعني ما مو مثل ما يشاع ذيك الايام ان جتك عروض اقوى أو لا لا ذاك الوقت ما كان إشاعات؟ لا اشاعات ذاك الوقت ما كان في يعني احتراف والامور هذه ما كان فيها شيء هذا. ف وكان في تاسيس في نادي القادسية من الأندية يعني متصدرة للدوري بذاك الوقت، وإحنا كنا لاعبين جدد باللعبة هذه. فلما اتجه لنادي العربي كان إحنا الناس اللي أسسنا اللعبة في النادي العربي. لعبة الكاراتيه كانت حديثة في النادي العربي. حديثة في النادي العربي بذاك الوقت. حلو. لي أنا أبرز إنه في النادي العربي أسرع ما قعدت في القادسية. وتعتبر مؤسس للعبة أكثر من إنك بالضبط. عضو يعني خلينا نقول يضاف إلى اللعبة. بالضبط. أي نعم. طبعاً إحنا عبر أنا الأولمبي يعني أجمل التحايا للنادي القادسية العريق والنادي العربي العريق وكل الأندية الكويتية العريقة أمانة ما في فرق يعني. انضمامك للنادي العربي نادي القادسية نادي التضامن كل الأندية. هي بالنهاية أنت تمثل دولة الكويت في الأخير بالفعل. يمكن أثرت نقطة بحديثك أبو محمد، موضوع ذاك الوقت ما كان في احتراف وما زال الاحتراف هاجس لكثير من الرياضيين أمانة يعني. وين وصلنا بالاحتراف؟ والله تطبيق الاحتراف عندنا بالكويت يبي له دراسة. يعني للحين احنا ماشيين على الاحتراف الجزئي. صحيح. ما انتقلنا للاحتراف الكلي. وهذا يعني عائق يواجهونه اللاعبين. معظم اللاعبين عندنا في الكويت مو بس في رياضة كرة، في جميع الرياضات. كل الرياضات صحيح. يعني نتأمل إن شاء الله نطمح حبايبنا دا أشوف مسؤولين رياضة في الكويت من كثر الحبابة وسعة الصدر، والله العظيم في كل برامجنا إحنا نتدلل عليهم وسعة صدورهم نوجه لهم دائما الرسائل بحب وتوصلهم ويطبقونها بحب. فان شاء الله دائما يعني انا احب اركز على موضوع الاحتراف لانه فعلا هاجس كل ابنائنا وبناتنا الرياضيين، وان شاء الله توصل الرساله يا رب. ان شاء الله ونطبق الاحتراف الكلي ودنا والله. وحبايبنا مسؤولين الرياضه ما تقصرون ان شاء الله. خليني اروح ايضا يمكن للبطوله الاخيره اللي باركنا لكم فيها واجدد لك التبريك ولانفسنا امانه. مشاركتكم في بطوله المفتوحه الاسيويه في كازاخستان الاخيره في الكرات تبارك الرحمن حققتوا 3 ميداليات ذهبية 3 فضية 7 برونز وحققتوا أيضا المركز الرابع العام في التصنيف العام في عدد الميداليات. رغم أني أبغى أروح بعد شوي للمركز الرابع عندي استفسار مهم، لكن حصولكم اليوم على هذا الكم الكبير من الميداليات الملونة تبارك الله أكيد واجهتكم إعاقات صعوبات للوصول الى هذه المحصله، لكن قدها وقدود ووصلتوا الحمد لله. ودنا نتعرف على التفاصيل هذه في البطوله. والله احنا يعني من الصعوبات اللي واجهتنا اللي هي وقت البطوله صادف في نفس وقت اختبارات الطلبه اللي عندنا في الكويت. صحيح. فكثير من اللاعبين اعتذروا انهم يشاركون معانا. صار اعتذارات عندنا. صار في نعم صار في اعتذارات عندنا طلبة الجامعة وطلبة الثانوية العامة. كثير من اللاعبين الممتازين يعني اعتذروا اللي كنا معولين عليهم ان نحقق فيهم ميداليات يعني. صحيح. اعتذروا. وهذا هم يفتح لنا باب ثاني اللي هو باب التفرقات الرياضية. يعني هم رجعنا للتفرق. اي نعم. والاحترام. صحيح. في كثير من الجهات عندنا جهات الحكومية لما يوصل لهم التفرغ الرياضي ما يساعدوننا فيه يعني ما يساعدون. هم أمانة خلينا يمكن بعد نكون منصفين يعني ما نقول ما يساعدون أو متعمدين إنه بالنهاية هذا اسم الكويت يعني الكل حريص إنه يبرز اسم البلد بروز مشرف، لكن خلينا نقول إن قانون التفرغ قانون الاحتراف تطبيق هذا القانون ما زال لحد الآن يبي له صياغات كثيرة. نعم. عدل. علشان بالنهاية كمسؤول أيضا يعني أرفع عنه الحرج. اليوم أنا موظف وأنت مسؤولي أرفع عنك الحرج بالقانون وباللائحة أنا أطلع تفرغ. فهذه مهمة جدا. يعني. أكيد أكيد هنا. نعم. صحيح. نعم. أي صحيح. فهذه نفس ما قلت لك من المعوقات اللي واجهناها. المعوقة الثانية اللي واجهناها اللي هي في فئة السيدات.
فئة السيدات احنا في الكويت عندنا يعني فئة ضعيفة او قليلة. نعم قبال قليل. السبب ابو محمد يعني هل في يعني عدم رغبة من الفتيات لخوض هذه الرياضة الكاراتيه؟ والله في كثير من الأسباب يعني من ضمنها اللي أنت قلت ذكرته، وفي يعني في بعض المرات أولياء الأمور يتحفظون على بناتهم إنهم يشاركون في لعبات قتالية. بالنهاية لعبة عنيفة شوي نوعا ما، لعبة عنيفة فيها إصابات. والله ما شاء الله بناتنا يعني يمكن خلينا نقول لعبوا أعنف من هالرياضات هذه وحققوا مراكز متقدمة جدا، مراكز أولى. لكن ما أدري يمكن تأيدني أو ما تأيدني، أنا أقول أيضا يمكن الجانب الإعلامي ما زال يعني ما أظهر اللعبة بصورة أكبر. خلينا نقول ممكن ممكن ممكن. والله أنتم مو مقصرين يعني، بس لا ما قلت بشكل عام، بشكل عام يعني، يعني حتى في التواصل الاجتماعي، حتى هنا في الدعايات. أنتم دوركم اليوم كلجنة علاقات عامة وإعلام عندكم في الاتحاد أيضا مطلوب منكم دور أكبر أن توصلونها إعلاميا. أكيد أكيد. إحنا يعني حتى عندنا في نهاية الشهر القادم في عندنا بطولة نسائية للأندية في الكويت، عشان إنه نستقطب. يلا هذه فرصة. تجهيز البطولات القادمة. حلو. هذه فرصة وحطوا مغريات يعني. أكيد أكيد. خلوها لعبة جاذبة يعني أبو محمد. نحتاج الدعم. راح أقول لك شنو ممكن تحطون جوائز إن شاء الله. الله يحفظكم، مو مقصرين والله أمانة. أنتم اتحاد الكويت الكاراتيه يعني شهادتنا فيكم مجروحة. تسلم. هيئة الرياضة أيضا مو مقصرة، اللجنة الأولمبية شهد الله مو مقصرة. قلت لك يمكن قبل شوي أبو محمد، يعني مسؤولين الرياضيين في البلد والله مو مقصرين في تذليل الصعوبات، في تقديم الدعم، في لكن احيانا يمكن ايضا الصوت ما يوصلهم. صحيح. فما يكونوا يعني منتبهين للنقطه هذه، مجرد ما احد ينبههم او يوصل لهم صوت والله سباقين في تبني مثل هذه. المركز الرابع في التصنيف العام، يعني انا قلت لك بعرج عليه، ليش الرابع رغم ان المحصله تبارك الرحمن يعني كبيره جدا من الميداليات؟ الحمد لله اول شيء على هذا الانجاز. صحيح. احنا نفس ما قلت لك واجهنا صعوبه او قله في عدد مشاركه العنصر النسائي. صحيح. فهذا وايد اثر على النتيجه. أه الدول الثانيه اللي سبقتنا في النتائج كان عندها فريق كامل يعني عدد كبير من اللاعبات. اه يعني هذه ابو محمد انا ليش سالتك السؤال هذا يعني هذه النقطه اللي بفهمها بستفسر منها. يعني المركز يصنف حسب عدد اللاعبين واللاعبات عدل؟ بشكل عام. بشكل يعني عام. الميداليات بشكل عام لكل الفئات المشاركة. كل الفئات. نعم. بحيث أنك يعني ممكن تتقدم بالمركز. نعم. لو كان في عدد من الفتيات ممكن نأخذ الأول كنا. ممكن تحقق نتائج أكثر، ميداليات أكثر، فترفع في ترتيبك العام. جميل. جميلة التفاصيل معك والله أبو محمد، يعني والأجمل هدوءك واسترسالك في التفاصيل. الله يحفظك وبريحك شوي رغم أني ما تعبتك، لكن بريحك شوي. فاصل كمل. الله يحفظك. أكمل معك بس بعد الفاصل. مشاهدينا مستمتعين مع ضيفنا الكابتن عبد العزيز الشولي، إن شاء الله في تفاصيل أيضا مشوقة أكثر من هذه، لكن بعد الفاصل. يحق للكويت أن تفتخر بهذا الرجل الذي خدم الوطن لاعباً وإدارياً ولم يبتعد بعد اعتزاله. عبد العزيز مصطفى الشولي مثال التفاني في العمل والإخلاص في حب الوطن. لاعبنا عبد العزيز مصطفى الشولي في كل مهمة خارجية توكل إليه لا يخلد إلى النوم
إلا بعد أن يوفر جميع طلبات الوفد، وهو الأب الروحي للاعبين والقريب منهم. وسوف نذكر بعض إنجازاته ونسلط الضوء على مسيرته التي لا تنضب ولا تنتهي. عبد العزيز مصطفى الشولي حاصل على الحزام الأسود 5 دان، وحاصل أيضا على ذهبية آسيا عام 1996 وبرونزية غرب آسيا عام 1997، كما حصل على برونزية دورة الألعاب العربية عام 1996 في بيروت، وكذلك العديد من الميداليات في بطولات الخليج. عمل كمدرب لنادي خيطان والنادي العربي بعد الاعتزال لخمسة مواسم، وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه وعضو في المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه، حكم دولي وقاري وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي للكاراتيه، عضو باللجنة الفنية بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، رئيس وفد المنتخب الكويتي للكاراتيه المشارك في بطولة آسيا الشاملة في كازاخستان في ديسمبر 2021. يا اهلا فيكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم حلقتنا الجميله اليوم في انا الاولمبي ورياضه الكاراتيه اللي اليوم ابنائنا الرياضيين في هذه اللعبه شرفوا الكويت يعني ومثلوها تمثيل مشرف وحصدوا تبارك الرحمن تقريبا فوق 13 ميداليه ملونه والمركز الرابع في البطوله المفتوحه الاسيويه التي اقيمت مؤخرا في كازاخستان. وهذا طبعا الجهد وهذه الإنجازات بلا شك يقف وراها رجال ومنظمين وسواعد كويتية واصلوا الليل بالنهار لهذه النتيجة الطيبة المشرفة وجعلوا الكويت اليوم بالفعل في مصاف منصات التتويج. لذلك معنا أحد هذا الأبطال وهؤلاء الرجال اللي كان لهم بصمة في إيصال المنتخب لهذه المنصة، أخوي الكابتن عبد العزيز الشولي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه وكذلك رئيس الوفد الذي شارك في البطولة الأسيوية المفتوحة. أبو محمد يسعد مساك مرة ثانية. الله يسعدك. طبعا والله يمكن قاعد أشوف في كل فاصل تقارير مشرفة، صور، فيديوهات، يعني فعلا استطعتوا أن تخلقوا من خلال هذه اللعبة يعني توائم وتناغمية حتى بين اللاعبين. محمد يعني اليوم اللاعبين قاعد نشوفهم تبارك الرحمن كانوا بربع ديوانية، كانوا بيت واحد ساكنين. هذا أكيد يعني شيء ما أتى من فراغ، ما أتى بيوم وليلة، أكيد إنه كان له خطط مدروسة، كان له تطبيق على أرض الواقع، كان جهد منكم في التفكير وفي التنفيذ أيضا. أي نعم، الحمد لله هذا الأفكار تنطرح طبعا من الجهاز الفني، صح، يطلبون معسكرات اللاعبين تجهيزهم، يجينا أول شيء الجدول البطولات، فالجهاز الفني يدرس الموضوع صح ويطلب معسكرات إعداد للفريق المشاركة في هالبطولات هذه. حلو. في مشاركتنا الأخيرة الحمد لله اللي شاركنا فيها في كازاخستان، قبلها اتجه فريق العمومي إلى معسكر في جورجيا، صح، وفريق الناشئين والشباب إلى تركيا كمعسكر. مخرجتنا قاعد تحط الآن لنا بعض الصور لهذه المعسكرات على الشاشة، شايفين معكم على السادة المشاهدين. هذه كانت في جورجيا تقريبا المعسكر، والثاني كان في تركيا للناشئين. اي نعم، جميل. هالمعسكرات هذه إعداد للفريق المشاركات في البطولات، تركزون على أكيد يكون إجراءات مهمة أبو محمد. المعسكرات اليوم للرياضيين أكيد أكيد شيء يعني تجهيز اللاعبين، اللاعب يوصل مرحلة يبي يدخل البطولة دايركت، البطولة دايركت، أو إنه يدخل في مرحلة الاحتكاك تغير من اللاعب اللي قباله. أنت متوح المعسكر في مشاركات ومع الفرق أو الدول الثانية اللي موجودة عندهم لاعبين غير عن اللاعب اللي قاعد يتمرن في وياه بالكويت. جميل. فهذا يرفع من مستوى اللاعب وهم يولف نوع من الترابط بين اللاعبين الفريق نفسه. اي نعم صحيح، يكون هذا الاحساس الاسري بينهم. اي نعم الاخوي بينهم
يعني هذا هذه يمكن انا دائما اقول هذه من ايجابيات المعسكرات امام التوالف اللي قاعد يصير بينهم. تواجهكم صعوبات في مثل هذه المعسكرات؟ والله تواجهنا ناحية الدعم خلينا ناحية تواجهنا بعض انا صريح واحب كل شيء على الطاوله تواجهنا بعض الصعوبات طبعا في المعسكرات من ضمن الصعوبات اللي هي اصابات اللي تحوشنا من اللاعبين تعرف اللعبه عنيفه يصير فيها اصابات اللاعب انت مثلا معول عليه انه تشارك فيه في البطوله تحوشه اصابه بليغه يوقفك تضطر تحط اللاعب الاحتياط مكانه. الشغله الثانيه عندنا احنا لما نروح المعسكر او البطوله نلتزم مع اللاعبين في نومهم مثلا في وقت معين الوجبات اللي تتوفر لهم من الفندق فبعض اللاعبين ما يلتزم معك ما يلتزم لا اي شباب وكذي يبي يطلب من برا عشاء غدا بس انتم ما يمكن ما تتساهلون حيل بالامور هذه لان بالنهايه مصلحه الرياضي اكيد اكيد احنا نحرص عليهم. انا سمعت انت بالبطوله حتى التليفون سحبته. لا والله موبايلاتهم منعت لا ما قدرنا لا هذا شيء يعني مصادرنا قاعد تقول لنا ان شوي كنت جديد لا بالعكس لا بس ما طبقنا عليهم العسكرية يعني بشكل عام يعني لا بس احنا الاكل نتخوف منه انه من يجيك من برا بعض المرات ما يكون صحي بالضبط او لا سمح الله مكشوف لاعبين حاشتهم مثلا نزله او شغله او تسمم وهذا يترتب عليه امور بالنهايه كده. انت محتاجه في التوقيت محتاجه عيالك الله يحفظهم بسم الله عليهم في كل وقت محتاجينهم لكن في هذا التوقيت محتاج انت الدقيقه منه اكيد لانه وراه لعب وراه بطوله وراه لكن السلام ان شاء الله للجميع. بعدين احنا ما نبي نخرع بعد يعني نقول عنيفه بالعكس انا اللي فهمته منك يمكن انها رياضه يمكن مهاريه اخلاقيه اكثر من العنف اللي فيها. تصدق انت سحبتني الى 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 صوره ذهنيه قديما ابو محمد كنت اتوقع يعني ان اللي يلعب كاراتيه او هذا يطلع بالشارع فارد صدره يدور المشاكل بيتهاوش طلع لا مو صدق طلع كثر ما احترف في هذه الرياضة كل ما زاد خلقا وتواضعا لعب عدل صحيح هالكلام هذا بشكل عام ترى معظم اللعبات القتالية صح اللي يلعبون لعبات قتالية يطلع الطاقة اللي فيه باللعبة فتلاقي برا انه من يطلع برا التمرين برا البطولة هذه لا ما يبين عليه انه لاعب لعبة قتالية. عندي صديق لاعب كان يلعب ملاكمة فقدامي موقف صار يعني استفزوه احد يعني الاشخاص ويضحك ليش فيك تلعب يعني تلعب ملاكمه ولا قاعد تلعب تيل يعني بالنهايه انا لو مكانك قال لا ما يصير انا يعني طاقتي او قوتي ابي استخدمها في التعامل مع الاخرين برا بالنهايه صحيح. هذه اخلاق اكثر منها قوه او عنف بالفعل يعني صحيح كلام يصير معاك محمد الشارع كثير ويانا امور كثيره يعني عيالك يقولك يبون انت لاعب كاراتيه اي المشاكل هذه تواجهها بالشارع وهذا تحاول تبتعد عن المشاكل صحيح. مو لانك انت خايف ولا شيء لا مثل ما قلت لك يعني رياضه تهذب الواحد وبعض المرات يمكن بلحظه معينه تطلع الطاقه اللي فيك او التمويل اللي فيك هذا بالشخص اللي قدامك او ممكن تسبب مصيبه يعني صح ممكن تعوره او تسبب له عاهه بالفعل نقطه مهمه جدا الاخلاق الرياضه اخلاق وتهذيب للنفس اكثر منها للجسد وبالنهاية احنا يمكن تعليقاتنا هذه نوع من المداعبة لكم الله يحفظكم. يمكن ابو محمد بالبارت السابق تكلمنا عن يعني يمكن حتى الفتيات عدم الرغبة في الإقبال على هذه اللعبة للصورة الذهنية الموجودة ان هذه عنيفة او كذا لذلك ونوع من يعني خلينا نقول المساهمة معاكم اليوم في برنامج الأولمبي لتسليط الضوء وإيصال ثقافيا الضوء الإعلامي على هذه اللعبة ودي اتعرف معاك من لحظه ما يلتحق اللاعب عندكم تستلمونه كلاعب خامه للحين ما يعني اول يوم الى غايه ما يوصل الى منصه التتويج في البطوله شنو المراحل اللي تهيئونه فيها وكم الاعمار يعني اللي ممكن تستقبلونه عندكم؟ والله احنا نستقبل من يعني تقريبا من 6-7 سنوات يبدا في الانديه زين تاسيسه في الانديه يكون من الحزام الابيض وياخذ جرعات تمرين اللي هي التمارين الاساسيه في لعبه الكاراتيه منها الكوميتيه والكاتا لان الكاراتيه عندنا ينقسم قسمين الكاتا والكوميتيه. الكاتا
اللي هي جملة من الحركات الفنية، قتال وهمي يسمونها. قتال وهمي. قتال وهمي. المقصود بالقتال وهمي؟ قتال وهمي مجموعة من الحركات الأساسية في لعبة الكاراتيه يؤديها اللاعب بشكل صحيح، يعني هي اللي تصعده من حزام إلى حزام. لا بقريد هذا. أي نعم. حلو. غير الجانب الثاني اللي هو الكوميتيه اللي هو الفايت. الفايت لما يتواجهون لاعبين اثنين مع بعض. هذاك الوهمي هذا الحقيقي. أي خلاص. أي يعني. جميل. في تقييمات للاعبين عندكم كل فترة تقيمونه؟ إن هذا والله مستوى لا صعد، هذا مستوى ما زال. تابعون هذه الجزئيات؟ أي نعم. أي نعم. يعني اللاعبين الأساس يوصل يصعد من حزام لحزام. يدش اختبارات عندنا في الاتحاد. جميل. إذا نجح في الاختبارات يصعد الحزام اللي بعده، يعني أول شيء يبلش من الحزام الأبيض، بعدها يصعد الحزام الأصفر والبرتغالي والأخضر، كل ما يصعد في درجة الحزام تصنيف خلينا نقول يصعب معاه الاختبار. يصعد. أوكي. تصدق أنا يعني كنت أتوقع قبل أن بس أسود، لا طلع فيه ألوان. لا. نعم. ولا مسمات. قلت يمكن بالفاصل ابو محمد ان حتى الاسود له درجات. اي نعم. دان 1 دان 2 دان بالضبط. عدل. اي نعم بالضبط. اها انت ما شاء الله حاصل على الدان 5. اي نعم. دان 5. دان 5. اي نعم. تبارك الرحمن. طبعا حصلت على دان 5 بعد خدمه في اللعبه ما يقارب 20 سنه. ما شاء الله. طبعا لانك مريت الازرق والبرتقالي ولا جميع المراحل الالوان هذه الاحزمه كلها اخذتها. إيه نعم. إيه. وصولا للاسود من دان 1 لدان 5. اي نعم. وقفت طبعا هذا ما 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 اكيد مو بسنه ولا سنتين ولا يبي. رغم انك يعني جد هذه الملاحظه انا من قراءه السي في تبارك الرحمن يعني سيره مشرفه لك. الحمد لله. والله انجازات مشرفه وما زالت، لكن اعتزلت مبكر الحين، يعني عمرك 24 سنه كان في 2001 عدل. اي نعم. سبب الاعتزال والله تعبت ولا خلاص؟ لا والله سبب الاعتزال كان سبب الاصابات. صار عندي اللي هو خلع في الكتف. في الكتف. اي نعم. الف لا باس. صار في عندي خلع في الكتف. في الكتفين يعني مو واحد. اي نعم. وعملت عمليتين ثلاثه. بعدها الدكتور قال لي صعب انك تلعب. إيه يعني كلاعب وقف. اذا انفصل معك بعد مره ما في مجال يعني. لا سمح الله. هذه يعني من الأسباب اللي خلتنا يعني الإصابات كانت هي السبب الرئيسي لتوقفك. اي نعم. أبو محمد خل ريحك بهالرسالة، يعني مع هالرسالة ريحك بفاصل. اوكي نرجع كم رسائل. اوكي مشاهدينا بنفاصل معاكم لكن بعد الفاصل إن شاء الله. يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامجكم انا الاولمبي، واليوم رياضتنا اللي مسلطين عليها الضوء في هذه الحلقه لعبه الكاراتيه. وهذه اللعبه طبعا يعني كسائر الالعاب الثانيه ما شاء الله سواعد الكويتيه، مثلت الكويت تمثيل مشرف فيها وحصدت فوق 13 ميداليه ملونه تبارك الرحمن في البطوله الاخيره الاسيويه المفتوحه التي اقيمت في كازاخستان، فاستطاع منتخب الكويت للكاراتيه من حصد الميداليات والرجوع بالذهب والفضه والبرونز تبارك الرحمن. ومثل ما قلنا دائما في كل عمل قاده يعملون خلف الكواليس، والله ما نقول خلف الكواليس، هم ظاهرين لنا وللعيان باذن الله دائما، ايضا بصماتهم كويتيه مشرفه. واحد هذه البصمات ضيفنا اليوم الكابتن عبد العزيز الشولي
لاعب لعبة الكاراتيه السابق في النادي العربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه ورئيس الوفد الذي شارك في هذه البطولة. كابتن عبد العزيز حياك الله مرة ثانية، أهلا وسهلا. يمكن كابتن مو بس إنجازكم تبارك الرحمن مشرف في كازاخستان، أيضا كان لكم إنجاز وتمثيل مشرف من خلال لاعبنا ولاعبكم الكابتن محمد الموسوي، محمد سيد الموسوي في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت في طوكيو، وتبارك الرحمن كان له بصمة كويتية مشرفة هذا اللاعب اللي نمسي عليه بالخير، والحين قاعد نشوف صوره على الشاشة تبارك الرحمن، وأيضا أخوه سلمان الموسوي كان معه بعد يعني بس ما لعب في نفس هذا لكن متميز ايضا ما شاء الله، عيانه كلهم متميزين بوقت. الحمد لله الحمد لله. مشاركتنا في طوكيو كانت اول مشاركه للعبه الكاراتيه في طوكيو كلعبه اولمبيه صح، والحمد لله كان من افضل اللاعبين اللي عندنا بالكويت في لعبه الكاتا سيد محمد المسوي، وهو اللي مثل دولة الكويت في لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، وحصل على المركز الثامن في المجموع العام ما شاء الله، والحمد لله كان لاعب مميز يعني تبارك الله. الموسوية مميزين ما شاء الله في اللعبة، لأن أخوه أيضا سلمان تبارك الرحمن يعني لا يقل تميزا، ومثل ما قلنا كل عيالنا والله متميزين، ويمكن أكثر ما يميزهم سيد محمد الموسوي وسلمان الموسوي ان والدهم حكم ايضا زميلك في هذه اللعبه، نمسي عليه بالخير طبعا، الله يحفظ لك عيالك يا رب ويحفظك لهم يا رب ان شاء الله. سيد عبد الله الموسوي ايضا حكم دولي وحكم مميز ما شاء الله عليه، بلشنا في التحكيم يعني مع بعض يعني بديت مشوار التحكيم مع بعض، بلشنا مشوار التحكيم مع بعض 2006 تقريبا 2006 بلشنا. ابو محمد عاده يعني في الرياضات الاخرى يمكن تعودنا ان اللاعب لما يعتزل يصير مدرب، اي نعم يصير مساعد مدرب، لكن الكابتن عبد العزيز لا صار حكم، ليش اخترت التحكيم؟ لا انا في بداياتي بعد ما اعتزلت اللعب اتجهت للتدريب، قعدت تقريبا 5 سنوات أو 5 مواسم مدرب، دربت نادي خيطان ونادي العربي صح، انتقلت من نادي خيطان الى نادي العربي في مجال التدريب. تبدا بنادي لازم ترد للعربي ها؟ لازم شوي الولاء على القلعه الخضراء اكتساب خبره بعد لازم تحتاج. بعد ما خلصنا مشوار التدريب اتجهنا للتحكيم. حلو. اي والحمد لله استمرينا بالتحكيم ووصلنا الى القاريه والدولي. القاري والدولي. ما شاء الله. وما زلنا يعني في مجال التحكيم. شنو الفرق؟ انا يعني كثير استوقفتني المفردتين القاري والدولي، في فرق بالتحكيم بينهم او هذا له مواصفات هذا مواصفات؟ لا هو ما في فرق في التحكيم، القانون واحد. حلو. لكن انت في البدايه توصل من تتدرج من المحلي الى القاري، القاري اللي هو على حسب القاره اللي انت فيها. احنا حلو. انا مثلا احنا قاره حكم آسيا. اسيوي حلو. اسيوي بالضبط. حلو. بعدها اللي هو الحكم الدولي. دولي خلاص في اي بطوله في اي قاره انت إينا. تحكم. وحتى في لما توصل للدولي هم فيها درجات حكم الف باء تصعد في التدريج التحكيم. اي نعم لما توصل لحكم درجه اولى اللي يسمح لك انك تتحكم في النهائيات. عندنا عدد كبير من الحكام لهذه اللعبه ابو محمد بالكويت. والله الحمد لله العدد موجود تقريبا عندنا فوق 30 حكم. ما شاء الله كلهم كويتيين. كويتيين اي نعم. متواجدين في البطولات المحلية، في منهم عدد كبير اجتازوا اختبارات التحكيم القاري القاري والدولي. هي إشارة تقريبا. إشارة نعم. ومن أفضل الحكام اللي عندنا يتم اختيارهم لتحكيم النهائيات يعني في بطولات العالم وبطولات آسيا. الحكام الكويتيين. شفنا حكام بس في حكمات إنجاز التعبير يعني حكام نساء يتنقل حكمة صح؟ اي نعم في حكم عندنا في الدوات يتقدم فيها عدد من الحكمات، لكن في النهايه ما يستمرون معنا يتجهون الى التدريب. تدريب اي يعني في يفضلون ناحيه التدريب اكثر من التحكيم عندنا. يعني انا ملاحظ الكاراتيه
العنصر النسائي أيضا حتى في مجال التحكيم أنت تقول أنه مو جاذب للعنصر النسائي كتحكيم، التدريب أكثر يعني في صعوبة على البنت أنها تكون حكم؟ لا هو شوف عموما المدربات كلهم يدخلون دورات التحكيم يستفيدون يعرفون القانون هذا، لكن أنت بتنظر لها من الناحية المادية حتى الرجال يعني حتى الرجال يعني يتجهون للتدريب مجزي أكثر مجزي أكثر يعني نعم، لكن في بعضهم تلاقي ما يفلح في جانب التدريب وهو حاب إنه يكون مستمر معاك في اللعبة صح، فيتجه للتحكيم يبدع بالتحكيم. عندنا أكاديميات أبو محمد أو مراكز تخرج حكام بالكويت؟ أكاديميات ما في ما في نعم. وين ممكن واحد مثل حاب إنه يكون حكم وين ممكن إنه ينتسب عشان يخرج حكم؟ من قانون لعبة الكاراتيه إن اللي يمارس التحكيم يكون لاعب سابق في اللعبة. طبعا دورات التدريب أو دورات التحكيم تصير تحت مظلة إعداد القادة. عندنا دورتين في السنة، دورة إعداد أو مبتدئين، بعدين دورة اللي هي حكام محترفين. حكام محترفين. جميل. أبي أعرج على يمكن غطينا إحنا كثير من الجوانب الرياضية والمشاركات الخارجية والداخلية في البطولات والمعسكرات، لكن أيضا يهمني إني أعرج على الجانب الأسري للكابتن عبد العزيز الشولي. اليوم إحنا عرفنا يمكن قبل شوي إن محمد الله يحفظه تأثر فيك وسار على نفس النهج، الآن هو لاعب تبارك الرحمن. في أحد بالأسرة من عيالك بناتك الله يحفظهم غير محمد له ميول رياضية وحاب إنه يروح الكاراتيه؟ والله عندي بعد الله يحفظه الصغير يعقوب، كم عمره يعقوب الله يخليه؟ 9 سنوات. 9 سنوات الحمد لله عنده إمكانيات طيبة. تمام الرحمن أيضا كاراتيه. إيه كاراتيه، لكن في الوضع الحالي وسبة جائحة كورونا ما في يعني الاستمرارية في التمرين. صح. لكن خلاص عرف طريقة يبي كاراتيه. والله إن شاء الله. هو إحنا معطينهم الاختيار يعني صحيح. بالنهاية بس نبي يشوفون أبوهم لاعب اللعبة هذه، يشوفون الصور يشوفون هذه ودهم يسوون نفس أفضل من أبوهم إن شاء الله. لازم يروح إن شاء الله يا رب، لأن يبي يطلعون إن شاء الله يعني مثل أبوهم وإن شاء الله أفضل إن شاء الله. أبوهم بهالأفضلية تبارك الرحمن والخلق يعني الكريم اللي على حضرتك الله يسلمك يعني. إيه والله ولا أكثر بالمشاهدين. لازم يروح العربي ولا عادي؟ لا 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 لهم لا لهم حرية الاختيار يعني ما راح تحكرهم بالأحلى. لا محمد يلعب في نادي التضامن. في التضامن إيه نعم. يفز قلبك يوم يشارك ولا لا تروح العربي يفز قلبي أكثر لك؟ والله أنا يعني ترشحت لعضوية مجلس إدارة عن طريق نادي العربي. نادي العربي إيه يعني أنا بالنادي العربي تم اختياري في الاتحاد الكويتي الكاراتي مجلس إدارة يعني. حتى أصدقاء يعني يقولوا لي شون يعني عضو من النادي العربي وولدك يلعب في نادي التضامن. والله أشوف يعني دائما أنا أركز على نقطة بس من باب المداعبة ولا بالنهاية، والله دائما أنا حريص أني أركز. كل أندية الكويت تاج على الرأس، كل أندية الكويت تمثل بالنهاية الاسم والعلم الكويتي، فلهم بلا شك أكبر تحية. بالنهاية الرياضة كويتية أكيد، واللي يوصل كويتي، وإن شاء الله دائما اسم الكويتي يظل عالي والرأي الكويتي خفاقة بإذن الله. لكن من باب المداعبة دائماً نحب. أبو محمد عرفنا يمكن أن لكم إن شاء الله استعدادات قريبة بإذن الله للمشاركة في بطولة أوزباكستان. أي نعم قريب إن شاء الله. عندنا بطولة آسيا القادمة راح تكون في أوزباكستان. حلو. وقاعد نجهز لها إن شاء الله أفضل تجهيز ونطمح أن نحقق نتائج أفضل من النتائج اللي حققناها. يا رب. بس محتاجين. إيه. بس محتاجين. إيه نعم. نبي نوقف عند بس محتاجين وأبي أعرف شنو محتاجين. محتاجين دعم أكثر من اللي إحنا نطمع للأكثر. صح. طبعًا إحنا القيادة ما هي مقصة معانا. أيوة والله. لكن إحنا نطمح الأفضل، نطمح لنتائج أفضل. صحيح. بالنهاية نبي نرفع علم الكويت. أكيد. فهذا محتاج دعم أكثر من اللي إحنا قاعد نحصله. والكويت ما تقصر يا أبو. أكيد أكيد. ومسؤولين ما يقصرون. والله العظيم دائما أقول هالبلد عسى الله يحفظها ويحفظ أمينها ولي عهدها يا رب وأهلها الطيبين. هالبلد هذه مو مقصرة مع عيالها، لكن مثل ما قلت قبل شوي أنت حضرتك إحنا نطمح للأفضل
ودائما الولد لما يطلب من ابوه يطلب دائما الشيء الكبير. اي نعم. عارف مع ان الابو مو مقصر، لكن الولد يبي الاكثر، ابوه يدلل عليه. والابو طيب وما يقصر ان شاء الله، وهذا الكويت ان شاء الله. فالرساله الجميله يعني بالفعل ابو محمد ختمت حلقتنا. ومر الوقت معاكم الكرام بسرعه. الله يسلمك. انت قلت لي قبل شوي، قلت لي يعني ما شاء الله حلقتكم عندي مجهز اشياء كثيره، حسيت بالوقت؟ ابد ابد والله. لا والله والله من جماليه الحديث معاك يا ابو محمد. ما تقصر. جماليه مشاهدينا بلا شك يعني في المتابعه، دائما تخلي الاوقات الحلوه تطير بسرعه. الف شكر يا ابو محمد. والله الشكر موصول لكم، ما قصرتوا على الاستضافه هذه. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. بدنا نشكر مشاهدينا الكرام بسكم جميعا الكابتن عبد العزيز الشولي، لاعب الكاراتيه، لاعب نادي العربي للكاراتيه والمنتخب الكويتي ايضا السابق، وعضو مجلس اداره الاتحاد الكويتي للكاراتيه، ومن الرجال بالفعل المخلصين الذين لهم بصمه في هذه الرياضه تحديدا لعبه الكاراتيه، وسيستمر باذن الله ونشوفه دائما مع ابنائه واخوانه اللاعبين يمثلون الرياضه الكويتيه تمثيل مشرف. وصلت معكم الى ختام حلقتنا. الشكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة، فبدونكم دائما لا يكون للأوقات متعة بلا شك. متابعتكم هي المتعة الحقيقية وهي الفائدة. حتى ألتقيكم في حلقة قادمة من أنا الأولمبي، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء.